لابوهان باجو نو سادوير دير قاترا كومودو بينك ايلاند تمان بونغا لوسانترا فلورنس ايلاند ساكا أهم المطاعم العربية موجودة في هالشارع يسمونها أرض الآلهة واتس أون هالمرة وياكم من جمهورية أندونيسيا واتس أون من أندونيسيا الجزء الثاني في تو الليل الثلاثاء العاشرة مساء بتوقيت الكويت على تلفزيون الوطن الآن حياكم الله في ثلاثة جديد في واتس اون وتو الليل وهالمرة ما راح نكون بالديرة هالمرة راح نطلق وياكم من جمهورية اندونيسيا ونقول لكم سلامة داتانج حلو هذا بالاندونيسي في البداية نحب نشكر طبعا السفارة الاندونيسية في الكويت والسفير السيد فيري ادم هار اللي دعانا الى اندونيسيا علشان نشوفها ونطلع اكثر على السياحة فيها انت ايش رايك في اندونيسيا والله انت راح تقول لي طبيعه أيوة. وهالجزيره يعني. وهداوه بال عقب اللويا اللي انت معيشني فيها بالكويت أيوة والله. أيه. احنا هناك ارتحنا هناك شوي راح نكون معاكم مع الجزء الاول من جمهوريه اندونيسيا وبالاخص عاصمه جاكرتا حلو. عدل نعم ايش رايك بجاكرتا والله بس هالباص اللي يجلس فينا ساعات والله نسيت ودي اشوف ويا الناس يا جماعه اللي سال وين راح نروح راح تشوفونا الحين مع واتس اون This way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. دولة جوها استوائي وهذه الدولة لقبت بزمرود خط الاستواء كونها عندها أكثر من 17,000 جزيرة واتس اون هالمرة وياكم من جمهورية اندونيسيا راح ننطلق وياكم من جاكرتا أنا موجود الحين في الناشنال مونيمنت في جاكرتا اللي يسمونه المحليين مونس طبعاً المكان هذا سووه في سنة 1961 يشرح معاناة الشعب وقتها في عهد أول رئيس اللي هو سوكارنو طبعاً سووه والبرج نفسه يشيل 50 كيلو ذهب على رأس البرج طبعاً يسمون الشيب هذا يوني لينجا يوني لينجا معناته ذكر وأنثى أو خير وشر أو أبيض وأسود في عدة من اللغات أو عدة من الديانات طبعا المكان فيه متحف يبين معاناة الشعب يعني لما تدش داخل تشوف المتحف اللي موجود في السرداب هذا المسجد اللي وراي تم إنشاء سنة 1961 توقف من سنة 65 لغاية 68 كونه صارت فيه مشاكل في إندونيسيا وتم افتتاحه مرة ثانية هذا المسجد يشيل 200,000 شخص ويعتبر من أكبر المساجد الموجودة في إندونيسيا سجلنا أنا موجود في نص العاصمة وراي لويت السيايير بس تعتبر إندونيسيا غنية بالثروات الطبيعية وطبعاً إندونيسيا لأنها موجودة على خط الاستواء فيكون جوها معتدل وممطر وهي المصدرة الأولى للثروات الطبيعية ف
فإما نسبة المسلمين اللي موجودين في إندونيسيا 89%، النص الثاني هندوس ومسيحيين. طلع اسم إندونيسيا من اللغة الإغريقية، وهو كان عبارة عن كلمتين. الكلمة الأولى إندوس ومعناتها الهند، الكلمة الثانية كانت نيسوس ومعناتها جزيرة. طبعاً إندونيسيا كانت مستعمرة من قبل هولندا والبرتغال، علشان كذي في معالم المعمار هني تشوفون اللمسة الأوروبية. استقلت في سنة 45 ويا الرئيس محمد سوكارنو في سنة 1961 ووحد هالدويلات اللي كانت متفرقة وسووها جمهورية إندونيسيا. طبعا عمر قاعد يدور تيشيرت وياب له التيشيرت، يقول لنا يبي تيشيرت ثاني. حطينا هدومنا بالفندق اساس نرجع مره ثانيه، سو نسيت التيشيرت ويطلع دراريع الموضوع. لا، وفي شغله بعد ما قلتها انه لازم تشتري قطعتين، ثلاث قطع بعد، لانه هو يعني سوق ما تشتري تيشيرتين. هو سوق جمله، فيقول لك انه لازم تشتري ثلاث تيشيرتات والاسعار فيكس، يعني ما في مكاسر، يقول لك ما في مكاسر، الاسعار من الاداره. والله هذا كلامه، بحاول اكسر وبحاول استنشفت واحد. بالضبط نفس البلوكات يعني. اي قاعد اقول لك بالضبط. عندهم حطام حق البنطلونات وحطام. سلام قمصان. الله. خلاص هذا احنا اللي صفينا عليه، صح؟ بدال التيشيرت خميس. والله خنطق انا وياك اذا لبست هذا وطلعت بالشارع، صدقني ما راح تضيع خصوصا. زين خلاها ترى احنا يعني على اللون بدنا نشوف ستان شنو هذا راح يشب فينا. طقتك الشمس مو زين. يلا ليش ناطرنا؟ الكل ناطرنا نتحرك، يتحركون ورانا ما يدرون ان احنا قاعد نشيك بس. الحين يا جماعه راح ابلش بالرحله، استخدم كاميرتي الصغيره هذه هي، فابلش وياكم انا اصور المصور بغانم تحياتي، وانت تصورني، فننطلق مع بعض. تفضل. ايش رايك بالقمصان؟ اي والله على كذا خليته هناك، ترى شريت واحد وخليته هناك. طبعا يا جماعه هذا كان الجزء الاول، لكن فاصل ونرجع وياكم مره ثانيه مع واتس اون اندونيسيا.